ونعود إلى الزميلة ليال بوموسى. ليال، أهلا بك. إذن ما هي آخر تطورات مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل؟ نعم لارا، بحييك وبحيي المشاهدين. يعني التطورات الأخيرة يلي صارت نهار الجمعة الماضي بتحديد موقف طارق البيطار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بما خص مذكرة التوقيف بحق المدعى عليها علي حسن خليل، كان موقف القاضي بيطار واضح بضرورة تنفيذ وإصراره على تنفيذ هذه المذكرة فورا وبطريقة عاجلة. ولكن اليوم عم نشوف أنه هذه المذكرة النيابة العامة التمييزية صحيح أن أرسلتها للأجهزة الأمنية لتنفيذها، ولكن بشرط أن يكون هذا التنفيذ في خارج دور الانعقاد العادي. واليوم نحن كلنا بنعرف أنه المجلس النيابي بدورة انعقاد، وبالتالي تنتهي هذه الدورة بآخر شهر كانون الثاني آخر السنة. يعني لا يمكن تنفيذ هذه المذكرة قبل 1/1/2022، وبالتالي القول طارق البيطار بضرورة تنفيذ المذكرة فورا هون صار في طعن له بطريقة غير مباشرة، يعني من خلال قرار النيابة العامة التمييزية والقاضي قبلان يلي شدد بالمذكرة اليوم للأجهزة الأمنية بأنه لا يمكن تنفيذها سوى خارج دور الانعقاد. وهذا الموضوع، هل رح يكون كمان هناك دورات انعقاد استثنائية أم لا؟ دورة الانعقاد اليوم تنتهي ب1/1 وترجع تبدأ بالثلاثة يلي يلي 15 أدار، وبالتالي هالفترة اللي بس عم بتقول النيابة العامة التمييزية يمكن تنفيذ هذه المذكرة فيها، لحتى نوضح للمشاهدين ما جديد هذه القضية بالتحديد، وطبعا تفاصيل أكثر كلارا حين ورودها. نعم، شكرا لك الزميلة ليال بوموسى.